إن حب الوطن ليس كلمة تقال أو شعرا يتغنى به، بل هو عمل وفعل يعمل به. فنحن جميع المبتعثين وفريق سعوديون في بريطانيا، ومع باكورة الابتعاث الخارجي التي أقرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه في استثمار الإنسان السعودي علمياً، والتي ظهرت بوادرها من خلال التميز العلمي والعملي على جميع المستويات والجامعات في العالم. ومن غربتنا الدراسية نقول لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، وللوطن برجاله ونسائه، ولجميع المبتعثين والمبتعثات، كل عام والوطن بخير وأمان، وإننا باقون بالعلم لتفتخروا بنا كما نفتخر بكم. فكم هو جميل أن نحافظ على جمال هويتنا السعودية ونزيد من روعتها علمياً. فنحن حين نقول الوطن فهو أغلى من أرواحنا، فالإنسان بلا وطن كالجسد بلا روح، وما من شيء أغلى على الإنسان من وطنه وهويته وفخره وانتمائه، فهو المأوى الذي نلجأ إليه، وهو الحضن الذي يجمعنا، فكلنا للوطن ومن أجل الوطن.